واحد جاي هاجم على دارك وجاي يقتل يحرق. حوالي 1500 مستوطن معهم الجيش، نقول الجيش يا عمي يبعدوهم عن الدور، فيها أولاد وفيها نسوان وفيها ما، وطخوا علينا المستوطنين والجيش يتفرجوا عليهم، حركوا الطرق وحركوا السيارات وحركوا الدور. وزراء اسرائيليين وصلوا المنطقه وهي من التجمعات، هان هم اللي بقودوا الحمله على القرى وعلى المناطق في الضفه الغربيه.